في سؤال كان جالنا على الهواء من الأستاذة نغم وأحلناه إلى الحلقة المسجلة اللي هي بنرد فيها على أسئلة المشاهدين اللي بنستقبلها على الصفحة الرسمية. الأستاذة نغم بتسأل: ما الفارق بين الروح والحياة؟ أستاذة نغم، الروح في اللغة العربية تأتي من الجذر اللغوي روح، روح، وهي تشير إلى النسيم، وهي تشمل أيضا معاني زي الراحة، السكينة. وذكر الإمام ابن منظور في لسان العرب إن الروح، ذكر المادة دي ويعني كلمة الروح والجذر اللغوي بتاعها، ورأى أنها ما يحيا بها الإنسان. وفي الاصطلاح الشرعي هي العنصر، يعني في الاصطلاح في الوحي الشريف، هي العنصر اللي أو الذي ينفخه الله تعالى في الإنسان مما يمنحه الحياة. يقول الله تعالى في سورة صاد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. لذا فالروح تعد سر إلهي لا اطلاع لأحد عليه. يقول الله تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الحياة، حضرتك طلبتي الفارق بين الروح والحياة. الحياة في اللغة العربية الجذر اللغوي بتاعها حاي-ياء، الحاء المفتوحة الياء ثم بعد ذلك حاي-ياء. وطيب المعنى الكلمة إيه؟ هي بتعبر الشيء الحي، يعني الشيء بتعبر عن الوجود النشط والمعاش، بتعبر عن الوجود النشط والمعاش، حركة. وقال علماء اللغة بإن الحياة هي ضد الموت، وهي ما يكون به الكائن حياً مدركاً. وفي النصوص الشرعية وكما قال العلماء، فإن الحياة بتعبر عن مظهر من مظاهر وجود الروح، لأنه بسبب الروح بقى فيه بعد كده حياة، لأنه لو ما فيش روح مش هيبقى فيه وجود نشط ولا هيبقى فيه أي شيء. يبقى الحياة كمان هي المدة الزمنية اللي بيعيشها الإنسان. قال الله تعالى في سورة الملك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية بتشير هنا الحياة كما هي واردة في الآية الكريمة إلى وجود الإنسان في الدنيا وما يمر بيه بقى من أحداث كتيرة، اللي هي من اختبارات وابتلاءات وامتحانات. وعلى ذلك الروح هي السر الإلهي الذي ينفخه الله أو الذي ينفخه الله في الجسد ليحييه. الروح هي السبب المباشر لوجود الحياة في الكائنات الحية، وتعتبر الروح جوهر خفي غير ملموس، جوهر خفي غير ملموس. ومعرفة ماهية الروح وتفاصيل الروح لا اطلاع لأحد عليه، بينما الحياة هي النتيجة المترتبة على وجود الروح في الجسد، ويعبر عنها بأنها المدة الزمنية اللي بيعيشها الإنسان، وتبدأ من لحظة نفخ الروح وحتى خروجها من الجسد. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول.